يسجل هدف التعادل في وقت قاتل جدا لروما. هدف التعادل لكازانو من ضربة رأسية ذهبية لكازانو، وروما 1-1 في الدقيقة 89. شوف ارتقاء جميل وضربة رأسية جميلة من لاعب شاب لفريق روما، كازانو بيسجل هدف التعادل لروما 1-1. ضربة رأسية وضغط متواصل لروما، كافو، كازانو، هدف التعادل 1-1. توتي بتمريرة جميلة، ضربة عرضية جميلة من كافو ورأسية ذهبية من كازانو، هدف التعادل 1-1. شوف 20 سنة لاعب شاب مثل إيطاليا تحت 21 سنة، انضم لروما موسم 2001-2002 الموسم الماضي وهو نجم فريق باري، ولكن اليوم بيسجل هدف مهم وثمين خاصة في فريق المنافس الفريق التقليدي ديربي العاصمة الإيطالية روما ولاتسيو، والهدف بمئة هدف في مرمى الفريقين أمام أنصار الفريقين روما ولاتسيو. سجل لاتسيو ستانكوفيتش في الدقيقة 8 وعاد روما. كازانو، شوف كازانو مواليد 1982، لاعب ب 175 سنتيمتر و 73 كيلو، بيرتقي على كرة جميلة وارتقاء عالي جدا من أمام المدافعين، وبيسجل هدف التعادل في مباراة مثيرة ومباراة جميلة 1-1. 1 روما 1 لاتسيو في الأسبوع 24 من الدوري الإيطالي. شوف جمال كرة القدم، كرة المحترفين، الكرة الأجمل، الأخطر، الأهم، الأمتع في القارة الأوروبية وربما في العالم أجمع. الوقت بدل الضائع، هذه الضربة الرأسية الإنقاذ، ولكن كازانو لن ينسى هذا الهدف. مررها توتي لكافو، وكافو لكازانو، وضربة رأسية جميلة جدا، هدف التعادل 1-1. 1-1. بنقدم لحضراتكم أعزائي المشاهدين من شاشة القناة الرياضية مباريات مثيرة، بننتقي بنقطف أجمل الزهور، أجمل الورود، نقدمها لحضراتكم في مبارات مثيرة. في اشتباك ستانكوفيتش اليوغوسلافي بيشتبك مع خط دفاع روما في الوقت بدل الضائع. 1-1، وبطاقة حمراء وطرد لستانكوفيتش. وطرد أيضا للاعب فريق روما. طرد أيضا لديلفيكو. اشتباك بالأقدام وطرد لديلفيكو وطرد لستانكوفيتش واشتباكات، والوقت بدل الضائع. ماركو ستانكوفيتش وديليفيكيشو، ببطاقتين حمراء، خرج وأصبح الآن 10 لاعبين في الوقت بدل الضائع. هذه الكرة، هذه كرة المحترفين، الكرة الجميلة، الوقت بدل الضائع. تقدم ستانكوفيتش بالدقيقة 8 من بداية الشوط الأول، وحافظ الفريق لاتسيو حتى آخر دقيقة من عمر المباراة، ولكن كازانو بضربة رأسية يعادل النتيجة 1-1 لروما و1 لاتسيو، العاصمة، ديربي العاصمة والجماهير. شوف يعني التعادل عادل في ظل 82,000 متفرج، 82,307 وسعة استاد الأولمبي.
لكن بنتابع الآن الوقت بدل الضائع. الوقت بدل الضائع، هل يعلن حكم المباراة عن نهاية المباراة أم نشاهد هدف آخر؟ كل شيء جائز، لكن لا يزال التعادل قائم بين لاتسيو وروما. رمية جانبية، رمية جانبية، فابيو كابيلو وروبرتو مانشيني، وإعلان حكم المباراة عن نهاية المباراة بالتعادل 1 لاتسيو. سجل أوستانكوفيتش في الدقيقة 8 وعادل لروما كازانو في الدقيقة 89. أعزائي المشاهدين عشاق القناة الرياضية متابعي كرة القدم الإيطالية والعالمية، هذا إبراهيم الجابر يودعكم على أمل اللقاء بحضراتكم. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.